مس الخير عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد اللي عرضوا عليها الكلام. جاز رمضان جاز العيد رانا عاودنا ولينا من جديد من الجزائر العاصمة للغرب الجزائري. وهران الباهية اللي معروفة بتاريخها وطبيعتها وثقافتها وأطباقها اللذيذة، ناسها الطيبين والكرماء والقلب المليح. مرحبا بكم في ولاية وهران. شكون من عايشة؟ نسرين، نصيرة، نوال، شكون فيهم راح يكون الفائز تاع هذا الاسبوع وعند من راح تكون عارضه وعليها الكلام؟ واليوم انا معروضين عند نصيره. بلاحه نصيره، في عمري 28 سنه، متزوجه وعندي 3 دراري، من ولايه وهران بلديه كديل، والمهنه تاعي مختصه في مجال الحلويات العصريه والتقليديه. بغيت الحلويات من كنت مولات 14 عام، بديت عادك نتعلم ونشوف وكاع، والمهنه زعما وين تبديت نخدمهم نيشان انا في 4 سنين هكا زعما خدمتي. انا نبغي الماكله ونبغي نطيب حاجه اللي يجيبها لعقلي، ماشي زعما تكون من تاع كوزينه زعما تاع الطياب تاع بكري، ولا نبغي حاجه نتفنن فيها نجيبها من عقلي ونطيب ونخرج اسيت تاعي كما نرسمها في مخي نخرجها. درت ميني فاري وان شاء الله هاني متنافسه به وان شاء الله يعجبهم. السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم عندي العرض، اليوم راه عندي، مرحبا بكم نتوما ثاني. اليوم درنا لي سالي ودرنا اون سالاد في لي فيغين، ان شاء الله تكون تعجب المنافسات اللي عرضتهم عندي. نبداو دروك على بركه الله، نبدا بلي سالي تاعنا نصيره لونطري لي سالي. او بلا كريم الوعره، بصح واش من كريم؟ بلا كريم، لا كريم سالي، هذه فيها لا كريم فريش و وفخوماج، وغادي ندير لهم الطون، ومن ندير لهم الطون عاود ندير لهم كوش تاع لا كريم. ندير لهم زيتون، ايه الحبه الاخرى خنقتها لا كريم حكمتها مره قبايه. لي كورني تاعنا، لي كورني تاعنا غادي نعمرهم بلا لا كريم سالي ولي كريفيت، ان شاء الله مين يدوقوها تعجبهم. هاك ولا فينيسيون راح تكون بالفرماج رابي. ندير لهم فرماج رابي، نكملوهم نوريكم في الاسيت كي جاو. غادي نعمر لي فيغين تاعي، غادي ندير المايس تحتها. نصيره اليوم خيرت ديرنا اون سالاد في لي فيغين بالزروديه، البطاطا، المايس، ميني طوماطيش، نزيد ندير الجلبان، غادي نفوراته، ديت له الفينيغات، نزيد جلبانة، نزيد كروطة وبطاطا، دوك نفينوهم ومن بعد نشوفو كي يجيو. نزيد مايونيز، غادي ندير طوماط سيريس، غادي ندير لي كراب، الزيتون، غادي ندير كورنيشون. ها هي السلطه تاعنا راهي واجده، نكمل 3 لي فيغ لي بقاولي ونفيني لي سالي تاعي، ومن بعد نعاودو نتلاقو ان شاء الله باش نكملو البلا برينسيبال تاعنا.
لونطري لا يبارك معنا ما نقولوا سونج بلي لا صلاد الواعره بلا ما نساو حبه كراب اللي تصيدت في 2009 وقتها نكتشفوا الطبق الرئيسي وهاو ليك لو بلا برينسيبال درك انا مع بلا برينسيبال تاعنا غادي بعد ما حمرنا الكفته اللي فقسيناها بالفرماج غادي درك نقلو لي كروكيت تاعنا هاي حمق لو بلا برينسيبال لا سبيسياليتي تاعنا سيرا نبداو بهاد لي كروكيت من بعد تاعنا وغادي نغطس لي كروكيت تاعي اللي درتهم بالدجاج والفرماج نرمدهم هكا في البيض ونديرهم في لاشابلور باش نحمرهم في الزيت على نار هاديه هاي ليك نرمدهم كيما هكا ونحطهم في الزيت يحمروا ديجا الدجاج وكاع راه طايب غير يحمروا ويدوا لهذيك لا كولور دوري تاعهم هاي ليك من بعد ما حطيناهم يحمروا دوك نجدوا الاسيت تاعنا تاع البلا برينسيبال ومن بعد ما حمروا لنا لي كروكيت تاعنا غادي نديري سو بلا تاعنا دروك عندنا الكفته تاعنا اللي ديجا حمرناها في الدهان فخسيناها بالفرماج غادي نقطعوها بسم الله نحطوا الاولى اللوبيا تاعنا وهاي ليك نصيرة ديجا راهي مع الدريساج وهذا الاسبوع برعايه اللوبيا مشطوه كيفاش حكايه هاد اللوبيا اللوبيا تاعنا رانا فورناها بالثوم والمعدنوس والحرور والملح ودرنا ورقه رند ومن بعد عاود دبلناها في الدهان هاي ليك هاكا من بعد نديرو الكفته تاعنا هاي الكفته تاعنا ومن بعد الكروطه تاني فورناها ودبلناها بالثوم والمعدنوس والدهان ونحطوا لي كروكيت تاعنا غادي ندير لهم فرماج نجيب فرماج تاعي هذا انا قطعته هكا بالطابع باش يجيني لحسب الحبه تاع الكروكيت تاعي بسم الله ندير الورقه تاع المعدنوس ايه والله تعرف لا نصيره يا كل حبه كروكيت عندها الفرماج قيسها يعطيك الصحه نصيره ندير المعدنوس كملنا دركا غادي نروحو نكملو لي تخوا لي بلا اللي بقاو لنا فينوهم ونتلاقاو مع الديسير فريناها مع لو بلا برينسيبال وقت الديسير نصيره قالت لك هذه هي سبيسياليتي تاعي انا ولينا لكم باش نفينو الديسير تاعي الديسير تاعي درت باناكوتا بلي فريز غادي نفينوه دروك الديسير خفيف ظريف اه قالت لك باناموتا اه بانوراما لا لا باناكوتا هاي ليك ديرهم شوية تاع الناباج باش يقعدو يبريو هاي كملنا الديسير تاعنا غادي نروح نزيد نكمل تخوان لي فيغين لي بقاولي ونروح نوجدو الطابلة للضياف تاعي الحمد لله كلش واجد وقتها نستقبلو ضيافنا وشمو هذاك الكاطو باكيتو باناكوتا باناكوتا هاي اوكي نصيرة على بالها بلي هاد الأسبوع صعيب بالبزاف ايه وحدة تمد خمسة وحدة تمد ستة ونصيرة وحدة فيهم اللي مدت دي نوت هابطين الأرض إنها الحربة تفضلوا مرحبا بكم عند نصيرة دخلوا مرحبا بكم زوز مرحبا بكم دخلوا
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. إيه الاستقبال بالتمر والحليب. شوية هكذا راح يكتشفوا اللغز ويسيو ويعرفوا واش كاين في المنيو ديالهم. والله استقبلتنا استقبال حار، عجبني الاستقبال تاعها، ربي يخليها ولا يعطيها الصحة. روح يا مرسول لودي خباري بفن الطبخ نبوح أسراري، من كفتة وجبن حضرت أطباقي، من كتاب أفكاري تعجب الضيف العزيز به تنورت تنور داري. روح نجيبو لكم ندوقو إن شاء الله تعجبكم إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله يا درشة راهي دايرتنا بولي فارسي، بولي فارسي بس كفتة وبالفرماج. بالك بالك تفضلوا مرحبا ذوقوا. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الصحة. نبداو بلونتخي اللي فيها لي سالي ولا سلطة الوعلة. بصحتكم. C'est une salade. Salade de riz. كيفاش خدمتي السلطة تاعك؟ فورت الخضرة تاعي، درت لها لافينيغريت وديكوريتها بالكراب والطب. الطوماط. الله يعطيك الصحة. دوك. Elle est bonne ou belle dame, inshallah. نوال. بدات لنا avec des salés, une salade de riz. C'était bon. C'était froid. C'était ما شاء الله mangeable très bien. Même les légumes تاعو طيبين bien. هذا صالير يبان بال هذه ميني بيتزا سيليكون. داكور بال فرويد ماك. واو يتبان بنينه. نبداو بعيشه، واش رايك في لي سالي؟ والله السلطه تاعها كانت عاديه زعما، واللي سالي تاعها دوك لي ميني بيتزا اللي دارتهم بنان بزاف، بصح لي كورني عندها شويه يابسين ولا فارس تاعهم مالحه. داخل في لاباط تاعها فيها الزيتون والفرماج رابي. داكور هادي هذيك لاموس اللي راهي شونتيي سالي. شونتيي سالي. لا كريم سي ا باز دو بيتزا. لا بات دو بيتزا. لا كريم كريم شونتيي سالي. شونتيي سالي وا تنبعها هكا وتي تبريباريها. سينو لي كورني لي كورني بات ليفي. داكور ما بغيتش نديرو بات فيتي، اختارت انا لا بات تاعي اللي نخدم بها لي صالي تاوعي. نخدم انا بات تركيه وعمرتهم بلا كريم فريش ولو كريفيت. قدمتهم كيما كنبغي نبغي انا نبغي الديكور ما شاء الله. الله يعطيك الصحه بنين وبيان دريسي. الله يبارك. نشرين واش رايك في لي سالي؟ لونطري تاع مدام ناصره كانت ما شاء الله. الله يبارك كل شيء فيها بنين، سورتو سورتو لي ميني بيتزا كانوا شابين. نجوزو للطبق الرئيسي تاعنا. دوكو نجيب لكم ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله. لاباس لونطري عجبت نو كانديدات، مالا وقتها الطبق الرئيسي. ذوقوا ما كنت قاعده فيه. بيان سور. وهاوليك لو بلا برينسيبال اللي راهي تاكله عليه ناصيره، اللحم فارسي واللوبيا مشطو سون زوبلي لي كروكيت الواري. بصحتكم. واش كتلا فيوند فارسي تاع معمر بالفرماج فارسي هادو سي كوا؟ هذا لو كروكيت بالزبده تاع الدجاج ولا كريم فريش نديرو في المول تاع السيليكون بيتو ديرها كومبلي في الكونجيلاتور. واو ملي تبغي تقليهم ديموليهم ديريهم في البيض ولا شاكو تقليهم وديكو كيما تبغي. بيرسونيلمون جي ايمي حاجه شابه يعطيها الصحه. سينو الدجاج باش راكي دايرته؟ باش راكي معطراته؟ الدجاج تاع لي كروكات ولا لا الدجاج تاع الكفته راني دايره فيها الماء الثوم والمعدنوس وسكر جبير ملح وحرور. انا نطيبها بملح وحرور وسكر جبير حاجه اخرى ما نطيبش بها. عيشه واش رايك في الطبق الرئيسي؟ الطبق الرئيسي تاعها عندها زوج صوالح فيه، عندها الملح بزياده وعندها اللوبيا طيبتها بزاف وحتى تبدل اللون تاعها. وفورتها وحمرتها غير في الدهن. في الدهن. الله يبارك بنين سي بون.
بصحة. لوبيا صوتي؟ واللوبيا فورتها بالرب والثوم والمعدنوس. ومين بغيت نصوتيها درت لها كروية ولات كنجبير. نسري الطبق الرئيسي تاعها دارت فيه لي ليغوم صوتي بيا و لي كاروت ودارت لو بودان تاع الكفسة معمر بالفرماج. كان شباب كان شباب. صوتي تاني في الدهن كيف كيف هي وكروطة بنينة هايتك الصحة دغيس هاش تعلو بلا كان مليح مليح مودرن توتي بايتك صحة مش حضرتي لها ديسير ديسير راني دايتكم تحلية إيطالية هي باناكوتا بالفريز إن شاء الله تاني تعجبكم إن شاء الله نسميكم بالفريز وقدمت الخبز هذا باسكو الماكله تاعي تسكن بهذا الخبز تسكنش بالخبز تاع العرب تاعي اكزاكتومون بصحه طاطيك صحه ماشي بنين ثاني زعمت ان شاء الله يكون معكم هذا الله يسلمك نكبروا بضيافنا ونحيوا الله يسلمك الله يسلمك خاطري نجيبي لنا الديسير تاع عشي نقدروا نقولوا بلي لو بلا برينسيبال عجب كاع نو كانديدات وحده مشكات ميم نشرين ومشكات وقتها الديسير تفضلوا دوق التحليه تاعي هذه هي باناكوتا اللي قلت لكم عليها واو ليك الباناكوتا اللي وجدت هنا نوتر ثوازيام كانديدات تاع هذا الاسبوع والله غير عجبني شكلها بصحتكم جادور لو باناكوتا اه يعني الطبقه البيضاء هي حليب مع لا كريم فريش ولا فاني ودايره فيها جيلاتين وتبقى هذه الحمراء هذه طيبي الفريز سيرو ابري تميكسيهم ومن فوق شحال خليتيها بوجدي يا باناكوتا قلت لك توايع غير الطبقه الثانيه باش تجمد تجمد من بعدها عاد باش ديري الطبقه الفوقانيه الثانيه الطبقه الفوقانيه كما خليتيها في الفريجيدان حتى يجو ديال الحطيط ما تبعدش نبداو بعيشه قالت لك خفيف باناكوتا كانت بنينه بصح عندها حاجه فيها الكولي دو فريز تاعها طيبته بزاف نو ماشي طيبته بزاف دايرته خفيف بصح كيما الطبقه الفوقانيه الكولي شحال شدت لك طياب 10 دقائق برك بوندي غادي تشوفي هذيك التخزبوط تاعها قالي اخر ماشي شي ما طيبوكم شويه لا الحاله ماش تعجب نسرين عجبها كلش اليوم ميم الباناكوتا باناكوتا اللي درته مدام نصيره زعما ثاني ما عندي ما نقول فيه كنش بلات ثاني طيب يبارك وهذا وهكا وجدني قليلا من مقامكم نعم صحيح هذه هي الميسون دو كيما هكا البرينسيبال الكلاسيك لوتري والديسير هذا هو الله يبارك ان شاء الله الله يبارك الله يدومها امين امين ايوا غدوة ان شاء الله عندي ان شاء الله ان شاء الله مرحبا بكم الله يسلمك مرحبا بك مدام عائشة مدام هوال مدام نصيرة الله يسلمك سويلي بيانفوني شي مو ان شاء الله يعطيك الصحة نصيرة كان منو شباب من لونتخي حتى الديسير الواعر دوماج تشنا في دار حالة اوا جست فور وقتها لنوت نبداو بنوال العرضة تاعها ما شاء الله سيتي بيان هاليتي بيان اكويونت وعلى هذا نمدلها 8.5 ايه 8.5 صح 8.5 من عند نوال اونفان نقطة شابة لا دوزيام نوت عايشة ولا العرضة تاعها كانت مليحة الله يعطيها الصحة وعلى هذا نعطيها 6/10 والله 6 نقاط يونفان نسرين عرضة تاعها بصفة عامة كانت ممتازة وعلى هذا نعطيها 8 ايه 8 نقاط ياه والله غير عاودت ولات لي الثقة في الإنسانية ما تنساوش غدوة إن شاء الله رانا معروضين عند نسرين نوتخ ديغنيغ كونديدات تاع هذا الأسبوع ايه كاع راه محالفين فيها كاع مدت لهم 6 ونص يعطيكم الصحة اللي تبعتونا نتلاقاو غدوة إن شاء الله تبقوا على خير السلام عليكم.